هو فندم انا كنت محتاج بس ادي شويه يعني اعمل ايه. حاضر، عينيا عينيا. طب يعني بقى في الحته اللي جايه دي، عشان الحته اللي جايه دي مهمه جدا وبشكرك على اتصالك. نكمل بقى يا جماعه البلان بتاعتنا. انا قمت الصبح طبق فول كده حلو، معاه رغيفين عيش، عيش بلدي، او لو عايز اكل الفول بالفينو عادي، في ناس بتاكله بالعيش الفينو، واضرب معاه 4 5 بيضات بحالهم بالصفار. بالصفار، لان احنا مش هيزيد عندنا الكوليسترول في مرحلة احنا بنزود فيها واعمارنا منخفضة. الكوليسترول بيبدأ يزيد عند الاعمار اللي هي بتتراوح ما بين 50 55 60، لكن انا بتكلم دلوقتي في الزيادة اللي هي المنطقية. ناس مثلا اعمارها بتتراوح ما بين 16 سنة معانا لحد 40 45 سنة، عادي جدا. فانا هقوم الصبح طبق فول، رغيفين عيش محترمين، معايا 5 بيضات، وعبي اعبي. تمام، خلصت الوجبة بتاعتي دي، اجي بعدها بساعة ادخل سناك. ايه السناك اللي انا ممكن ادخله؟ بطاطا 2 3 واضربهم، 2 3 واضربهم. ركزوا معايا الناس اللي عايزة تزيد، بلان يومية للزيادة. يبقى انا كلت وجبة اساسية الصبح، وجبة بعدها بساعة 3 بطاطا، وديها مشوية او مسلوقة. مفيش بطاطا، في بطاطس، اعمل نفس الكلام 3 وحدات كده حلوين واضربهم، اقشرهم كده واكلهم. في بطاطس محمرة عادي اكلها مفيش مشكلة. يبقى انا كده دخلت وجبة تانية غنية ومليئة بالكربوهيدرات.